اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معايا حته لعبه اسمها Alien Creeps، تابعوني. مرة تانية، اللعبة دي فكرتها اتهرست مليون مرة، لكن اللعبة دي بتاعت ناس هما الأساس. أي معالة خط كده في عدو كائنات فضائية بتمشي فيه، تفضل ماشية 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 وتخرج من الجنب التاني. يعني هو طريق مفتوح من الجنبين، العدو بيدخل من هنا ويخرج من هنا، وانت على الكل عليك ان انت بتحط معدات حربية، رشاشات ومدافع وحاجات كده وليزر، علشان يموتوا قبل ما يوصلوا للمخرج. قبل ما نبتدي اللعبة هنعمل أبجريد ونطور من المعدات الحربية بتاعتنا. أبجريد الماشين جن، هنعمل أبجريد اهو عشان يبقى أقوى. طبعا هنحتاج ان احنا نستنى على كل أبجريد، هنا مثلا هنحتاج نستنى 3 ساعات. طبعا احنا عشان نختصر الوقت هنعمل فينش، تمام. في نقدر نعمل أبجريد برضو ل الدمج، تمام. على قد ما بنقدر بنعمل ابجريد على قد الكوين اللي معانا. الكوين اللي معانا بنكسبها من الباتل في كل مرحله. هو هنا بيحدد لك الاماكن اللي هيدخل منها. الاماكن اللي هيدخل منها بتبقى متحدده بالعلامه بتاعت الكائن الفضائي اللي على اليمين اللي عليها دايره حمراء، ده مكان هيدخلوا منه. في مكان تاني برضه هيدخلوا منه من هنا عليه علامه برضه دايره حمراء ناحيه الشمال، فهم هيدخلوا من الاماكن دي، وده المكان اللي هم هيخرجوا منه. انت ما ينفعش الالينز دول يخرجوا من المكان ده، لازم يموتوا قبل ما يخرجوا. فطبعا هنحاول ان احنا نبني مواقع معدات في اماكن حلوه كده، بحيث ايه تجيب من الجنبين. فاحنا ممكن مثلا ما دام هيجوا من هنا ومن هنا، ممكن نحط في المكان ده، بنحط هنا برضو. طبعا ما ينفعش تحط كتير لان كل الحاجات دي بفلوس، فخلال الجيم وانت بتموت الكائنات دي هتكسب فلوس تعمل بيها معدات، تجيب بيها معدات. احنا ممكن نعمل هنا بقى ده كده. التنوع مطلوب لان في حاجات بتموت بليزر، في حاجات بتبقى بتموت بصاروخ، في حاجات عايز تموت بجنود، حاجات كده يعني. فالتنوع مطلوب جدا كده. انت ما ينفعش تشتري تاني خلاص، اخرك تعمل 2 4 5 حاجات وخلال الجيم تبدا تنزل تاني. هندوس بقى ايه، هنضغط كده هيبداوا ايه يدخلوا عليك اهو. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ تراقب بقى اهم. بيبقى في وسائل مساعده تحت اهو على اليمين، وسائل مساعده، طياره مثلا. تمام. تقدر تعمل ابجريد للمعدات بتاعتك، بس لو معاك فلوس برضو اهو. تقدر تنزل جنود برضو اهو. أوه.
تقدر تجرب من الزر اللي فوق ده اللي هو يسرع شوية بحيث ان انت ما تزهقش. كل جيم بيبقى فيه 3-5 مراحل، فاضل مرحلتين ويف 4 و5، وكل واحدة بتبقى أصعب من اللي قبلها. بجد بجد من الالعاب الممتعه جدا جدا جدا، فكرتها هايله والجرافيك بتاعها عظيم، لعبه فعلا طب من الالعاب الممتعه اللي هتستمتع بيها جدا جدا. المراحل بتاعتها كتير جدا، ابجريد مستمر معاك، اللعبه مفتوحه بشكل عظيم، وفيها اختيارات كتير جدا وفيها انماط مختلفه. هسيب لك اللينك بتاع الديسكريبشن، ان شاء الله تعجبك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من جيمر بعد. مع السلامة.